نبدأ هذا الموضوع بما ألزمت المفوضية نفسها بإصداره، هذا النموذج، هذه النماذج أرسلتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفيها توقيتات إغلاق الصناديق، صناديق الاقتراع. يفترض إلكترونيا أن تغلق الصناديق الساعة 6، تغلق من تلقاء نفسها بطريقة برمجية بطريقة فنية، تغلق بمعية أجهزة الاقتراع. يلاحظ وفقا للنماذج التي قدمتها مفوضية الانتخابات نفسها، وسأزود حضراتكم، وإذا يعطينا المادة رقم 1 أخونا المخرج، في التوقيتات الظاهرة أمامكم بالشاشة واللي راح نزودكم بنماذج من عدها، إغلاق الصناديق تم وراء الساعة 6، وبعضها 6:15، بعضها بال7، بعضها وراء 24 ساعة من وقت الاقتراع. لا بل الطامة الكبرى بعضها أغلق يوم أمس، بمعنى بعد 72 ساعة من موعد الاقتراع تم إغلاق الكثير من الصناديق وفقا لتقرير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. هذا جانب فني، جانب رقمي، بحاجة إلى مصارحة من قبل المفوضية وأجوبة علمية وعملية، ومثبت باللون موجود عندكم هنا يا شباب. شوفوا تلاحظون بعضها وراء 24 ساعة وبعضها وراء 72 ساعة. وين الإشكال هنا؟ هل تعلمون أيها الأحبة أن ورقة التصويت الواحدة وضعها بالصندوق يستغرق 36 ثانية؟ لكم أن تتخيلوا صندوق مغلق وراء 24 ساعة، صندوق مغلق وراء 72 ساعة، وراء ساعة كم ورقة اقتراع؟ طبعا هذه الأوقات متفاوتة من منطقة إلى أخرى ومن مركز إلى آخر، ولا نتحدث عن صندوق وصندوقين، أكو أكثر من نموذج إذا زميلنا المخرج يطلعها وفقا لأرقام المفوضية. هاي كم صوت نقدر نعبر؟ كم ألف صوت؟ كم 100 ألف صوت؟ تستغرق 36 ثانية عملية التصويت داخل الصندوق. إذا الصندوق مفتوح